في الحلقة. ضيفنا هو دكتور رشيد عديل، طبيبة التجميل. أهلا وسهلا بك دكتور، كيف حالك؟ لاباس عليك؟ كل شيء مزيان صحتك؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. هذا موضوعنا هو الموضوع ديال الشفط. غادي نقوموا بعدا بالتعريف ديال شنو هي عمليه التجميل ديال الشفط، ومن بعد طبعا ناخذوا الاتصالات ديال الناس وكذلك الاسئله ديالهم على 5566 اس ام اس 8 درام تي دي سي، او على 0522 36 10 30 0522 36 05. تفضل دكتور. دونك المشكل ديال الشفط غادي يجي في واحد المده في الحياه، فاش الواحد غادي يكون زاد في الوزن بواحد الطريقه امبورطونت، ولكن خاصنا قبل ما نهضروا على الشفط نهضروا على كيفاش ما نوصلوش للشفط. كيفاش ما نوصلوش للشفط؟ هو الواحد ما خصوش يمشي في يحبس لو سبور اللي كان تيدير في المدرسه، ويدير اتونسيون في الماكله. دونك حنا ماشي تنشجعوا للشفط، ولكن تنبهوا الناس بانه لا بروميير دي شوز الواحد ما يكونش ما ينساش راسو، كوا جو دير ما ينساش راسو، خصو يديها في راسو. لو سبور سي ولا بد منه، والماكله جو فيها اتونسيون. قلنا في حلقه ديال الثلاث اللي فات كاينه واحد الدرجه ما كيبقاش ينفع معاها، فوالا تنصح واحد الدرجه لا رياضه لا والو، فوالا. الوغ ملي غادي يوصل لواحد الوزن تيولي اس مومون لا الى دار ميم لو سبور راه سي دونجرو بور لوي، ستادير خطر عليه. ولا تيدير الرياضه وكتنقص الوزن، ولكن واحد البلاصه معينه ما تتبغيش تحيد. من جهه واللي خصنا نشوفه هو بحال دابا الواحد الى عنده الوزن ثقيل وناض تيدير لا مارش ولا تيجري، غادي ياثر على لي زارتيكولاسيون ديالو ديال لي جنو اللي هازين الجسم ديالو. دونك اون بليس هاد الناس غادي يمشيو لاسال ديال لو سبور اون فوا يتقيدوا، يمشيو نوبه جوج ثلاثه ما يعاودوش يرجعوا، باسكو تيشوفوا راسهم تيشوفوا حالتهم ما تيعجبهمش الحال، اي نون با اونفي دو فير دو سبور. دونك هنا الشفت شنو هو؟ شنو غادي يدير؟ لو ريجيم اي لو سبور اش يديروا؟ تيحرقوا لا غريس، داكوغ؟ كون دي لا غريس اللي كاين في قلب لي سيلول ديال لا غريس، و الشفت غادي يجي غادي يحيد لي سيلول دو غريس. بحال دابا الا شي واحد عنده 1 مليار دو سيلول دو غريس، ايوا الشفت يقدر يحيد واحد 700 مليون 600 مليون 800 مليون ديال لي سيلول. دونك ملي غيحيد هادوك لي سيلول، اولا لي سيلول ما غيرجعوش، دونك ملي غيحيد ديرو الشفت اون فادير بانه النتيجه غتكون ستابل. ولكن الناس اللي خصهم يعرفوا هو لي سيلول دو غريس. بحال دابا اون سيلول ديال لو سيرفو ديال المخ، الا كان فيها اون غرو بور شيماتيزي 1 سنتيمتر دو ديامتر، طول العمر غتبقى فيها 1 سنتيمتر دو ديامتر. المخ ما يقدرش يزيد في الفوليوم ديالو، ما يمكنش، الا كل سيلول تنفخات غادي يخرج من لا بواط كرانيان. ولكن اون سيلول دو غريس تقدر تزيد في الحجم ديالها ب 1000، دونك دو 1 ا 1000. دونك هادشي بور دير الواحد الى دار الشفت غادي نحيدوا هاد البلايص اللي فيهم هاد لي سيلول دو غريس، ونحيدوا هاد لي سيلول دو غريس. ولكن الا ما داش اتونسيون في ليجين دو في ديالو، كون جو دي ايجين دو في فونتونت بار لا الرياضه و ليجين اليمونتير، غيقدر يغلط من بلايص اخرين. داكوغ؟ دونك ميم سي اون في لا ليبوسيسيون، راه خصنا نبقاو اتونتيف très attentif l'hygiène de vie ديالنا باش ما نرجعوش نديروها مره اخرى بعد العمليه. هادشي بيان سور بعد العمليه ما غاديش نقولوا لا ليبوسيسيون ما خدماتش، ولا ليبوسيسيون لا خدمات ابخي 10 جور 13 جور 1 موا 2 موا 3 موا ايوا راه خدمات. ولكن الطبيب ما يبقاش تابع المريض، هو غادي تياكل هو اللي كيحدد واش استادير المريض تياكل وجالس هو، والطبيب خدام حدا تيحيد ليه الشحمه، ما كايناش هادي. دونك نعم، إذا كاين حالات اللي كيعانيو بحال هكا تيقول لك لا أنا درت عملية الشفط ولكن رجعت كيف ما كنت. هو رجعوا حيت هما فرطوا. نعم فهمتي؟ فرطوا. طيب اشرح لنا بعدا هذه العملية كيفاش كتتم؟ بون العملية عملية اللي هي خصنا نعرفوا منها لوبيراسيون اللي هي تدار لو بلوس في العالم. قديمة حتى هي. قديمة بون اللي تي ميز أو بوان باش ولات خدامة مزيان 77. داكوغ 77 هذوك لي كانيول ولاو خدامين مزيان. اي اوجوردي ملي تنجمعو الجراحات كلهم قلب مصرة زايدة في العالم، لوبيراسيون اللي تدار الكثر هي لا ليبوسيسيون. دونك لا ليبوسيسيون الى حيدنا لي بغا
تدرت هي بواحد البنج اللي هو بسيط اللي هو البنج ديال بحال بيريدورال او غاشي انستيزي يعني موضعي موضعي ديال بحال ديال الولاده ما كاينش فيها البنج العام سي با لا بين داكور دونك ديجا من ناحيه البنج شي حاجه اللي هي اون با دير بسيطه مي ماشي فيها البنج العام دونك سي تسهل الامور و ابخي اللي خصنا نشوفوه هو les voies d'entrée, c'est-à-dire منين غادي نبداو نديرو هاد العمليات الشفط الشفط سو سون دي بوتيز انسيزيون واحد جرحات صغيورين اللي تيديرو ا بو بخي 3 ملم وتيكونوا تيكونوا في البلايص اللي هما مخبيين داكور اي سيتادير بور فير دار غادي يكونوا في لو با دو دو بور فير لي كويس وداكشي غادي يكونوا في لو مايو دو بان دونك جريحه تكونوا مخبين بخيت على كنا غنديروا بحال دابا لي جونو من التحت غادي نديروا شي جريحه صغيره دونك لافونتاج هنايا وهو جرحات صغيورين ومخبين داكور اي اللي هو ماشي بحال الشكل اللي كنتي شرحت لنا الحلقه اللي فاتت. لا عمليه كبيره هذيك عمليه ديال البطن ابدومينوبلاستي هذيك عمليه هذيك تتحيد حتى الشحمه وكتكون الفتحه كبيره كبيره لا هذا لا شفت يعني غير بلاصه ملي كيدخل شنو شي حاجه اللي كت واحد لاكانيول اللي هي طويله انبوب اللي تيجبد ديك الشحمه ماشي فوالا هذاك الانبوب ماشي فيه واحد لابريسيون نيجاتيف اللي تتجبد ولكن هو ما يجبدهاش ديريكتومون هذاك التحرك اللي تتحرك في قلب الشحمه بحال تزعزع الشحمه وتتخرج نعم شي حاجه اللي هي بون بسيطه اي قبل ما نديروا هاد الانبوب باش نجروا هاد الشحمه اون فا نعمروا غنعمروا هاد الشحمه بالماء باش دو لو اي دو لادرينالين باش ما يكونش فيها لو سينيومون باش ما يكونش فيها الدم خارج معاها اي باش تنفخ هذيك الشحمه تتولي باينه مزيان اون دي مانيفي لا غريس باش تولي الشحمه تتولي بحال ان بتي بالون باش متى تجي هذيك لا كانيول تقدر تخرجها فاسيلمون دونك اللي هو تبقى باش تخرج ان بو من العمليه تنسالوا فيه وهو بحال دابا الناس الى غيديروا الريجيم باش يضعفوا غادي يقولوا راني درت ريجيم ولكن لا غيديروا لا ليبوسيسيون باش يضعفوا تيحشموا يقولوها ولا داروها غادي يحشموا يقولوا درت لا ليبوسيسيون هذه انا ما فهمهاش مزيان علاش ولكن الريجيم الا داروه راه تيضعف كله ماشي غير بلاصه وحده وثاني حاجه يعني بزاف تياخذوا على هذه العمليه ديال الشفط انها ربما ذاك الجلد كيبقى مترهل يعني الوغ القضيه ديال الجلد il faut savoir mais qu'il y a deux types de graisse qu'il y a la graisse les radins hydro avec la liposuction il y a كبيره وفوسط فوق لو موسكل وكاينه واحد لا غريس اللي هي من تحت من لابو بحال لو فو بلافون هذيك لا غريس اللي ساكري سادير اون دو با ما خصناش نقصوها وهذيك لا غريس هي اللي تخلي تتجبد سادير في لو هي اللي غادي ترد الجلده لبلاصتها بلا ما يوقع حتى شي حاجه سولمون خصنا نعرفوا جوج حوايج بانه اولا افيك لاج هذيك الجلده تترخف C'est-à-dire une fille qui a fait la liposuction à Chinham, mais il y a une femme qui a fait la liposuction à Chinham, elle a dit qu'elle a déjà fait. Donc, elle a dit qu'elle a fait la liposuction à Chinham. Et une chose autre, c'est que... Jilda, ملي تنديرو الريجيم والسبور تضعف تضعف هاد الشحمه تنحيدو في لا ليبوسيسيون ولكن تضعف حتى هذيك الجلده اللي في الفو بلافون اللي لداخل اللي الفوق اللي من تحت من الجلده نعم تضعفهم بجوج داكشي علاش الريجيم اللي تيديروا الناس دي ريجيم ديال 20 كيلو ولا دي تخيك كوم سا امبورتون هذيك الجلده حتى هي تضعف وداكشي علاش من بعد دوك لي ريجيم الجلده تترخف طيب احنا غادي نرجعوا لك دكتور عديل رشيد من بعد ما غادي نوقفوا سريعا لحظات وسعوا كذلك السعيده الشر 10:33 ومعنا ضيفنا الكريم الدكتور عديل رشيد في موضوع التجميل وخصوصا العمليات ديال شفط الدهون معنا ليلى على الخط نشوفوا السؤال ديالها ليلى من الرباط 30 سنه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك ليلى تفضلي بارك الله فيك اشكركم على البرنامج اهلا وسهلا مرحبا الله يخليك عندي واحد السؤال الوغ انايا عندي 30 عام نعم وصافي 4 تقريبا جونفي نكمل 4 باش ولدت بعمليه قيصريه سيزاريان ديه
الوغ من ديك الوقيته كل كانت كانت يعني لاطاي ديالي امبيكابل موراه زاد لي شويه الوزن ولكن البروبليم عندي سورتو في, في, في البطن ديالي لان يعني لاطاي ديالي مزيانه ايتو ولكن بقى لي البطن ما ماشي بحال من قبل شويه مرخي من فوق دونك يعني تاع تاع لاطاي ديال لي بونطالون اللي كنلبس اون طاي كي دي باس بوكو بوفي دونك في السؤال اللي بغيت نسول زعما زعما اسكيل يوتيل باش باش ندير لا ليبوسيسيون اسكو قدرت جو بو لا كومبيني مع اون اوبيراسيون دو سيزارين وحده اخرى يعني ان شاء الله انا بغيت ندير وليدات قلت لا كاينه لا بوسيبيليتي دو كومبيني لي دو باسكو انا عندي لا سيزارين اي لي ان جي كي زعما سيستيماتيكمون Est-ce qu'il y a cette possibilité طيب جاوبك دكتور نعم هنايا كاين بروبليماتيك كاين بزاف ديال لي دوني اولا تتضع على لو فونتر بانه مرخوف شويه داكور دونك لو فونتر مرخوف شويه دونك هضرنا عليه لا سيمين ديرنيير بانه على ود لو فونتر بحال هكا تخصو بلاستي ابدومينال داكور ميتنون الا كانت عندك هاد الشحمه بون تقدر تحيد ولكن كومبيني لا ليبوسيسيون مع لا سيزاريان با دو تو ما يمكنش لا خي بلاش وقلنا حتى هي ماشي نفس الطريقه لا ماشي نفس الطريقه اولا باسكو الا جينا اون كومبار اون سيزاريان مع اون بلاستي ابدومينال بحال قلتي واحد ليموبل فيه خمسه ديال الطبقات اون بلاستي ابدومينال غادي نفتحوا غير الطبقه الخامسه و اون سيزاريان غادي نهبطو حتى للكراج دونك شي حاجه اللي ما يمكنش تكون او ميم طون غادي زعما يفو بليي سي ست شهور من بعد الولاده ولا قبل ما تدخل في الولاده دير لا بوزيسيون الا بغيتي ديال هاد البلاصه هادي الا كانت انديكاسيون ديال لي بوزيسيون اي نو با دو ابدومين بلاستي طيب فتيحه من فاس 48 سنه فتيحه السلام عليكم نقطعك الخط كنظن طيب حد سعيد فاتحة الاتصال بنا مرة أخرى على 0522-36-10-36 أو على الرقم 556 سؤال طبعا يمكنكم تبعثوه على شكل أس أم أس ثمنه 6 ديال درهم تي تي سي سؤال يقول السلام عليكم معك نادية من كازا دكتور بغيت نسولك بغيت ندير شفط في جناب ستقول جناب ديال الكرش ديالها Oui, c'est les flancs. C'est les flancs, là, ce qu'on peut appeler les poignées d'amour. Les flancs, ils sont beaux, sous anesthésie locale. C'est pas la peine de fermer, pas l'arracher anesthésie. Tu as des réflexes localisés, tu as des choses beaux, tu as des choses beaux, tu as des choses beaux, ou tu as des choses beaux, 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 le vêtement qui s'appelle le panty, les hoirs, tu as des choses élastiques, tu as des choses comprimées. C'est-à-dire qu'on va faire cette liposuction, on va enlever cette chahma, on va imaginer qu'il y a une place chahouya. Mais il y a un adage, ou un ouf, le jisme, l'organisme, il a horreur du vide. Mais il n'y a pas de laisser une place chahouya. Donc, après la liposuction, on va faire cette chahma, on va faire des sérosités, du plasma, des liquides, on va faire cette chahma. Après la liposuction, on va faire cette chahma, on va faire cette chahma, on va faire cette chahma, on va faire cette chahma. تبقى داكشي هو هو علين ولكن من تحت الشحمه ما كايناش كاين غير هذاك الماء من تلبسوا هذا لو فيتمون بونتي اللي هو الاستيك بحال واحد اون كومب تيدير واحد لا كومبريسيون تري امبورطونت تيزير على هذيك البلاصه الجسم تيقول مع راسو وشنو غنقدروا نحيدوا من هذه البلاصه اللي مزيره الجلد با فريمون هذا الماء ما عنده ما يدير هنا دونك هذاك الماء ودوك لي بيتي مورسو دو غريس اللي بقاو تماك ميتين تيبداو يحيدوا بشويه بشويه اللي خص الناس اوسي يفهموا وهو من بعد لي بوسيسيون ايميدياتمون ابخي كاينه واحد النتيجه في البلوك ولا من تطلع ولكن من النهار الاول الخمس ايام كاين واحد نفيخ شي شويه فريمون بيتيت دام والواحد ياخذ غير دقه بشي 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 عصا او هذا غادي تنفخ داكور اي لا سي ان بو بلوس اي غادي تنفخ الجسم شي شويه اي من الخمس ايام ال 13 اليوم تبقى يتفش بشويه بشويه والنتيجه الاولى ديال لا ليبوسيسيون اللي غتبان حقيقيه حيت عندنا نتيجه تتبان من بعد من نطلعوا من البلوك ولكن لا فغي لو فغي ريزولتا غادي يبان لو 13 جور 12 جور 13 جور
الواحد تيشوف النتيجه شي حاجه ديال النتيجه تتبدا وما كاين لاش يشوف راسه في المرايه كل نهار با دو تو ما غتبانش ليه النتيجه خاص يشوف راسه كل 10 ايام داكور الوغ il faut savoir aussi بانه النتيجه في هذه البوزيسيون elle est progressive الشهر الاول عندنا 50% ديال النتيجه الشهر الثاني تنوصلوا ل 75% ديال النتيجه والشهر الثالث تنوصلوا ل 100% في النتيجه وكاين الناس اللي غيجتهدوا في السبور وفي الهيجين اليمونتير وغادي يقدروا يوصلوا ل 120% ديال مور العمليه شحال الوقت عاد نبداو نديروا 10 ايام 13 يوم حيت قبل ما نقدروش النتيجه كامله ما يمكنش تبان مور العمليه مباشره نو 3 شهور علاش كاين واحد السبب اللي هو هذا الماء اللي غيخرج بشويه اولا وثانيا الجلده تسجل واحد القضيه بانه لو فوليوم اللي كان عندنا نقص ولكن الجلده تقول دونك حنا خصنا نقصوا حنا شويه ديال الجلده ولكن باش تنقص الجلده راه خصها 3 شهور لا كوش التحتانيه باش توصل الفوق راه خصها 90 يوم 70 يوم داكور دونك خصنا نخوي وخصنا الجلده هي تقاد دونك داكشي تيخصو المده والناس اللي كيما قلت لهم يجتهدوا في لو سبور وفي ليجين اليمونتير تقدروا يفوتوا 100% ديال النتيجه يوصلوا 120 150% ديال النتيجه فهمتيني اي سورتو ابري كونسوليدي لي ريزولتا باش ما يرجعش الواحد يدير هذه العمليه يعرف بانه الحياه راه اش ناكل اش نتحرك راه ماشي سيبا نعم واضح طيب ناخذوا عائشه من فاس عائشه السلام عليكم السلام اختي لاباس نعم تفضلي صافيك سو بغيت تستفسر مع الدكتور عادل مرحبا نعم كيسمعك تفضلي صافيك سو انا عندي واحد الجرحه في وجهي وعيني التقيطه لي حتى العظم واش يمكن لي زعما العمليه تصايد او لا ما فهمتش طيب ولو انه مش موضوعنا على الشحمه نعم. ولكن غنجاوبك كوميم على شفت واخا هاد لا سيكاتريس هاد الجرحة وصل للعظم يمكن تعالج يمكن تفتح يمكن يدار ليها ديزانجيكسيون باش تهز من داك لو فون اللي عندها لتحت يطلع المهم بزاف الحوايج ومن بعد لوبيراسيون باردون من بعد لوبيراسيون كاينين عاوتاني بزاف د الحوايج يقدروا يديروا كاينين دي بومات بلاسيد هيالورونيك كاين دي بونسمون بلا سيليكون كاين لازر سورتو اون جرحه في وسط الوجه وعند المراه تخصها تولي فلو باش نقولوا بانها تحيد بصفه نهائيه ما كايناش ولكن خصنا نقدروا نحسنوها ب 30 40 60 70% 80% مي سي ان شومان دو كروا مي فوالا يفو الفير نعم شكرا على اتصالك الله يشافي الجميع ناخذ فتيحه ونذكروا ان موضوعنا هو موضوع شفط الدهون معك دكتور عديل رشيد اللي جانا من الرباط لاجل هذه الحلقه وهذا الموضوع هذا فتيحه من قنيطره السلام عليكم فتيحه يا فتيحه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا سدلي شكرا كنشكركم على هذا البرنامج اهلا وسهلا الله يبارك فيك الله يخليك بغيت نسول الدكتور مرحبا واش ما كاين حتى نقصي ولا تفرج الراديو الله يخليك فتيحه شكرا لك نعم نذكروا طبعا يمكن لكم تواصلوا معنا على 0522 36 10 36 ولا 5566 ديال الدراهم تي تي سي تفضلي فتيحه قلت لك انا واش ما عندي ما عندها زعما العمليه حتى شي تاثير من بعد بحالاش زعما ما غاداش تاثر عليا تضرني ولا شي حاجه واخا احنا نشوفوا التاثيرات الايجابيه السلبيه عموما بقي معنا فتيحه في الاستماع كاين شي اثار اللي هي جانبيه كل عمليه جراحيه تقدر يكون في النهايه يكونوا فيها دي سويت او دي كومبليكاسيون تقدر يكونوا مي سي سون رار كيما جي دي ديك النوبه لي كونديسيون دوبيراسيون تكونوا في دي تدوزو دو فاسون تري ستيريل دونك لي انفيكسيون سون تري رار مي سون تري ميشانت كونت ايل سون لا دونك تاخذ دي زونتيبيوتيك الحريق تاخذ واحد الدواء وخمس ايام ما تبقاش الحريق دونك جو فوا با زعما شنو شي حاجه اللي هي باينه واضحه كتكون عندها تتبقى ليستواغ اللي هي هنا تتبقى ليستواغ ديال النتيجه
اللي هي هنايا تقدر تكون ماشي استاذير كو لا باسيونت ما عجبهاش الحال او هذا هي استاذير في النتيجه مي كونسيرنون دي كومبليكاسيون اوبيراتوار دوك النودوب اللي كتبقى ديك الاثار الوغ هذوك سكون ابيل لا طول اوندولي هذيك لا طول اوندولي تسبب لا كونسيكونس ديال لا ليبوسيسيون فيت لي كانول اللي ولا باش نحيدوا ديك الشحمه الكبيره تتقاس هذيك الشحمه اللي هي بداك لو بتي فو بلافون اللي من تحت من الجلده يفو با توشي هذيك لا غريس هي اللي غادي دير دي طول اوندولي وهذوك لي طول اوندولي باش تاي يبراو ماشي ساهل نعم طيب غادي نوقفوا سريعا ونرجعوا للمزيد من اتصالاتكم دائما في موضوع الشفط وشفط الشحوم عمليه التجميل طبعا اللي متوفره في المغرب ونشوفوها ونشوفوا كذلك الاثار ديالها وحتى الاسئله ديالكم بعد لحظات بقاو معنا على الشطف واخر او اتصال اخر من مدينه الدار البيضاء رشيده حول موضوع الشفط وعمليه التجميل خصوصا العمليات ديال الشفط مع دكتور عديل رشيده بالتجميل معنا رشيده من الدار البيضاء السلام عليكم رشيده الله صباح الخير مرحبا اهلا وسهلا بخير الله يبارك فيك تفضلي الله عليك مرحبا السلام عليكم دكتور مرحبا بخير سيدي انا عندي السكن ديالي من صغري هما شويه غلاد ودابا جمعت لي هذيك بحال الشحمه عند الكعاب ديال رجلي لدرجه اني بحال دابا لي بوط ما نقدرش نلبسهم فهمتي وعندي انا ملي كنشوف طبيب القلب وهذا عندي الدوره الدمويه ثقيله ما عرفتش واش بلاص ديالي ممكن الوغ هنايا تخصنا نثبتوا واش هاد الكرات ولا هاد النفيخ اللي عندك في الرجلين واش من الشحمه ولا انودام داكوغ تقدر يكون ان روتور فينو اللي هو ناقص او انودام تيكون منو دي انسفيزونس دو روتور فينو دونك ما خصناش نمشيو نديرو اون ليبوسيسيون في واحد البلاصه اللي فيها مجموع دو لودام ولا ديال الماء اللي ما ترجعش مزيان دونك خصك دير اون ايكوغرافي باش تثبت بانه هذه شحمه اذا كانت شحمه تتحيد وغترجع تلبس لي بوت والطالون ديال 5 سنتيمتر طيب اذا قبل خاص تشخيص بعد هذه الحاله امينه من الدار البيضاء 30 سنه امينه السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الله يخليك عندي واحد سؤال للدكتور نعم. مرحبا مرحبا وكنشكركم على البرنامج بزاف مرحبا انا عندي 30 عام وديجا عندي ثلاثه الوليدات تبارك الله عندي الكبيبر عنده 8 سنين ونص وبني عنده 5 سنين ودابا الوليد اللي عنده عام وربع شهور انا ولات عندي ان بريز دو بو في هاد الولاده الاخرى دونك انا كنشوف راسي فين تزاديت في لي كويس وفي الفونك اي بغيت غير نسول لو دكتور واش ممكن انني ندير عمليه شفط باسكو انا مشيت دي سونتر امانسيسون وقالوا لي خاصك ديري لي بوزيسيون ولكن انا متخوفه منه ودابا انا منين انا كندير لا سال وكندير ان ماساج ام 600 ديت كنقص لي سنتيم الوغ هنا جو فودري فوز اكسبليكي كيلكو شوز قلنا لو سبور وقلنا لو ريجيم ان بتي بو ولا لي ماساج امان سيسون خصنا نعرفوا واحد القضيه مهمه وهو هاد الشحمه اللي كاينه في قلب الجسم ولا في هاد لي كويس ولا هذا كو سوا لو سبور ولا لو ريجيم او لي ماساج يفو الواحد يتخيل هاد الشحمه بحال واحد لي بونش في لا كويزين حطها داكور فيها شي شويه ديال الماء ولا هذا هاد لي تخوا شوز بحال لا تتورك على هذيك لي بونش بيديك وتبقى مورك عليها غادي تشوفها نقصات ملي غتحيد يدك على ليبونج هذيك ليبونج غادي تطلع بشويه 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 ترجع لبلاصتها دونك لي سيلول كاينين تما غير تخف من غير تحبس لي ماساج ام 600 غادي ترجع فيك انت واحد المده ديال 3 سومين ام موا غير تحبس لو سبور غادي ترجع كذلك ولا حبست الريجيم كذلك لا ليبوسيسيون ما تنقولش بانه هي هادشي اللي خصنا الواحد يديرو ولكن الا جات لا ليبوسيسيون هنا غتحيد هذيك غادي تحيد ليبونج غتقطعها وغتحيدها غادي تخلي فيها شي طريفات صغار داكوغ ولكن من الاحسن الواحد ما يوصلش لهذا الشيء بحال دابا درتي الولاد الاول والثاني كنتي مزيان الثالث شفتي راسك يلاه تبداي تتغراضي هكذا او هكذا كنتي تنوضي ديك الساعه ديري لو سبور وديري لو ريجيم داكوغ ميتنون الى وصلتي فهنايا لا ليبوسيسيون غادي تقدر تعاونك تمشي عند الطبيب ديالك وغادي تشوف بانه ماشي شي حاجه اللي غادي زعما غادي ترجع لك الفرحه دغيا فهمتي غادي تدخل اليوم بهاد الشحمه غتخرج غدا ما كايناش هاد الشحمه واحد 10 ايام شهر شهرين ثلاث شهور غترجعي كيف كنتي ولكن ما نفرطش في الريجيم ما نفرطش في السبور
وحتى لي ماساج امانسيسون اي لي دريناج لمفاتيك راه هما نتوما تعاونوا من بعد لوبيراسيون داكور. ما يكون بس ناخذ خديجه من فقيه بن صالح. خديجه السلام عليكم. خديجه الله يحفظك تبارك الله عليكم. مرحبا دكتور تنشكرك. مرحبا الله يجازيك دكتور. الله يخليك. انا في عمري 41 نعم وتنوزن 81 نعم. ما عرفتش واش هذا هو الوزن اللي خاصني يكون. والطول عفاك ثاني؟ نعم خويا. الطول ديالك شحال؟ الطول متر 71 زايده 11 كيلو 15 كنتي بغيتي تكون. طيب فين عندك المشكل في الجسم ديالك؟ نعم خديجه فين عندك المشكل انت؟ انا بلاصه في الجسم عندي شي شحيمات نايضه ليا في يدي وفي خاضي وفي رجلي من التحت. و سي ديجا كنت مشيت لكازا وحيت واحد الوحده قلبتها لان شكيت فيها لان تتمشي وتجي بحال شي ولاسس. منين قلبتها لقيت 6 حالين لانهم سوسون ديري بوم. اه وي. وما عرفتش دابا واش خصني نبقى نزول كل وحده بوحدها او لا خصني ناخذ عيد دواء باش يتحيدوا هذوك او لا خصني نقسم الوزن. دابا وي هنا دخلنا في واحد النطاق اللي هو بين وبين لي ليبوم وهو واحد شحمه تتجمع دو فاسون لوكاليزي وتدير واحد لابوس استدير شي حاجه اللي هي باينه خارجه. شفت اللي نهضروا عليه سي واحد الجسم اللي هو الى شونجي ما بقاش كيف كان. دونك لي ليبوم تتحيدوا وحده بوحده داكور الا كانت لا فورم اللي ديالك اللي تبدلات ايوا يفو فيها لي بوزيسيون باش تاكد من هذا الشيء غادير ليكوغرافي وغادي تعرفي هذا الشيء شنو هو وديك الساعات غتقرر والطبيب ديالك غادي يقول لك دير لي بوزيسيون او دير لابلاسيون ديال لو ليبوم. نعم ناخذ امينه من الدار البيضاء 30 سنه. امينه السلام عليكم. انا يلا ديجا سولتك دكتور. نعم مرحبا. كان السؤال ديالي هو انني انا باقا كان اليطي يعني كنرضع. واش ممكن انني ندير لي بوزيسيون واش عندها زعما شي اضرار على الرضاعه وانا ديجا كنرضع عامين يعني ما يلا وليدي عنده دابا عام واربع شهور. ايوا عامين ديال الرضاعه. عام واربع شهور دابا باش كترضع؟ لو بتي ما بقالهاش بزاف على ما بقالك والو. ما بقالك والو غتصبر واحد شهرين ولا ثلاث شهور ولا هذا ودير لا ليبوزيسيون ديالك وانت راسك مرتاحه فهمتي. هذا هو لو كونساي اللي نعطيك انايا. واخا هو تقدري ديريها واخا ترضع مي جو بريفير نقول لك بانه علاش غنزربوا على شهر او شهرين او هذا. وكيف ما قال الدكتور وحسين الاخصائي في التغذيه قبل قال لك يقدر يتاثر النسبه ديال الحليب لان الجسم ما يبقى مركز على الجرح وعلى لاغريس. نعم تماما. طيب كنشكرك جزيلا. مرحبا دكتور عادل رشيد طبيب تجميل من الرباط جئتنا باش شاركنا في هذه الحلقه. كنشكرك جزيل الشكر. كان الموضوع ديالها هو الشحوم وعمليه تجميل شفط الشحوم.